صباح الخير واهلا بكل الساده المشاهدين بينضموا الينا من خلال شاشه الثانيه وبيتابعونا ومصر جميله. النهارده في مصر جميله عندنا مجموعه من الاخبار المتنوعه وعندنا فقره. النهارده هنلتقي مع الدوره التاسعه لمهرجان الاقصر للسينما الافريقيه وهي دوره القدير فريد شوقي احتفالا بمئويه ميلاده. طبعا بيعتبر المهرجان من المهرجانات الهامه اللي بتقام على ارض الاقصر وطبعا بتتناول السينما الافريقيه. قبل ما نلتقي مع ضيفتنا ونتكلم على هذا المهرجان عندنا مجموعة من الفقرات نبدأها بجولة السيد رئيس الوزراء وهو يتابع بنفسه إجراءات الحجر الصحي على السائحين القادمين للغردقة. وطبعا العالم كله بيتكلم على فيروس كورونا وخطورة فيروس كورونا، ولكن في واقع الأمر احنا عندنا شفافية في المعلومات وعندنا مكاشفة للسادة المواطنين. وانا بقول ده ليه؟ لانه من خلال السوشيال ميديا كتير من الناس بيتكلموا على انه ممكن يكون في حالات ولم يتم الاعلان عنها، ولكن في واقع الامر طبعا ده بيعتبر من الامراض اللي العالم كله بيتابعها. منظمة الصحة العالمية عندها مجموعة من التقارير وكل العالم لازم يريبورت او يبلغ منظمة الصحة العالمية بالحالات اللي بتظهر عنده، فبالتالي مش ممكن ابدا ان احنا نخفي اي معلومة من المعلومات الخاصة بفيروس كورونا. تفاصيل الخبر، رئيس الوزراء مدبولي: مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التي قامت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والحجر الصحي في المطارات، وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية. غرفة أزمة متابعة الإجراءات الاحترازية على مستوى الجمهورية بتنعقد بشكل يومي ومتابعة أي حالات مشتبه فيها ويتم فحصها وإجراء التحاليل لها. الحكومة المصرية لا تخفي أي شيء، وأعلننا بالفعل منذ 3 أسابيع عن وجود حالة حاملة للفيروس، وكانت حالة لشخص أجنبي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات وتم عزلها لمدة 14 يوم حتى تم التأكد من الشفاء، وطبعا التحاليل أتت بالنتائج السلبية. نتابع بشكل لحظي جميع الحالات التي ترد للمستشفيات، ويتم إحالة عدد من المشتبه بهم للمستشفيات، وعقب إجراء التحاليل اللازمة اللي بتثبت سلبيتها بيتم طبعا إخلاء يعني طرف هؤلاء الأشخاص. الحقيقة أنه في مجموعة من الإجراءات الوقائية الإنسان لازم أنه يتبعها علشان يقدر أنه يحمي نفسه ويحمي اللي حواليه من الإصابة بأي مرض، منها النظافة الشخصية، منها غسيل الإيدين، منها تطهير الأسطح. يمكن الخطورة بتكمن في هذا الفيروس أنه مدة بقاءه أو مدة الفترة اللي هو بيعيشها على الأسطح أكبر من فيروسات أخرى، فبالتالي ممكن الإنسان يكون عرضة أنه يصاب بهذا الفيروس لو ما فيش نظافة. طبعا في مجموعة من الإرشادات اللي العالم كله بيتكلم عنها زي ما قلت لحضراتكم، النظافة الشخصية وتطهير الأماكن في نفس الوقت. طبعا كمان اللي ممكن هو يصاب بالبرد لازم ان هو ينعزل تماما عن الآخرين، لو في عطس، لو في كحة، لو في أي حاجة يبقى يعني حاطط ايده على بقه، يبقى فيه كمامه، يبقى فيه تخلص حتى من المناديل اللي هو بيستخدمها علشان ينف او يعطس. كل دي اجراءات نظافه شخصيه بسيطه جدا لو احنا تبعناها يوميا ما يبقاش في خطر ولا في قلق، وفي نفس الوقت نعلم ولادنا على ان هم كمان يتبعوا هذه الاجراءات حفاظا على صحتهم. مفيش داعي ابدا لاي نوع من انواع القلق، لان في مكاشفه صريحه من الدوله المصريه بالمعلومات اللي بترد عن الاصابات بفيروس كورونا، وان شاء الله ربنا يعافينا جميعا. وطبعا في اجراءات احترازيه في كافه المطارات، وفي يعني مجموعه من الفحوصات الدقيقه جدا لكل حد بيدخل على ارض مصر، فبالتالي ان شاء الله ربنا يسلم الجميع باذن الله تعالى. نكمل مع حضراتكم أخبارنا وعندنا مجموعة أخرى من الأخبار. عندنا خبر عن وزارة التعاون الدولي وهي تبحث مع وزيرة التعاون الدولي تبحث مع نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برنامج التعاون الحالية وأيضا المستقبلية. مايك هارفي: نتابع شراكة اقتصادية مع مصر في مجالات متنوعة خلال المرحلة المقبلة. التقت الدكتورة رانيا مشاط وزيرة التعاون الدولي بالسيد مايك هارفي نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمكتب الشرق الأوسط خلال زيارتها الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن. وذكرت الوزيرة أن الوكالة الأمريكية للتنمية شريك استراتيجي مع الحكومة المصرية في عدد من المشروعات التنموية في قطاعات مثل الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي للمرأة وأيضا الزراعة. وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على التنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للتوافق وتقديم المساعدات الأمريكية مع
الأولويات التنموية لمصر وأهداف التنمية المستدامة والتركيز على مجالات تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي شامل. أيضا من أخبارنا لهذا الصباح خبر عن افتتاح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لقصر ثقافة قرية حاجر العديسات الجديد بمركز الطود بمحافظة الأقصر. وطبعا الحقيقة ان احنا لازم نقول ان وزارة الثقافة عليها مسؤولية كبيرة جدا في هذه الفترة، وهي نشر ووصول الثقافة لكل المواطنين في كافة المحافظات المصرية. حضر الافتتاح المهندس محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، والدكتور أحمد عواد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وأيضا أهالي القرية. خلال الافتتاح قالت عبد الدايم أن قصر ثقافة حاجر العديسات يعد منصة جديدة للتنوير بجنوب مصر، مشيرة إلى تواصل جهود واستكمال الخطة الهادفة لتحقيق العدالة الثقافية من خلال توصيل المنتج الفكري والفني للمناطق الأكثر احتياجاً. وأضافت أيضا أن الصعيد يسخر بالطاقات الإبداعية، مؤكدة أن البرامج التي تم إعدادها للمستفيدين تضم فعاليات متنوعة تسعى لاكتشاف ودعم الواعدين في كافة المجالات الأدبية والفنية، بالإضافة للاهتمام بذوي القدرات الخاصة من خلال أنشطة تساعد على دمجهم في المجتمع. وأعلنت أيضا عن بدء عمل فصول التنمية للمواهب بالأقصر. طبعا ده خبر بيعتبر من الأخبار الإيجابية جدا، لأنه مهم إن احنا نوصل الثقافة لكل المواطنين في كافة المحافظات. كتير من المحافظات كانت محرومة من وصول هذا المنتج الهام اللي بيشكل الوعي لدى المواطنين، وكان متمركز في المحافظات الكبيرة مثلا زي القاهرة والإسكندرية. طبعا كان في قصور ثقافة في عدد من المحافظات ويمكن ما كانتش فاعلة بشكل كبير، ودي كانت شكوى أساسية. فبالتالي فتح قصور ثقافة جديدة وتوصيل المنتج الثقافي لكل المواطنين بيعتبر من أولويات الدولة المصرية في هذه الفترة. على ذكر حديثنا على وزارة الثقافة، نقدر نقول أيضا أنه خلال هذه الفترة يوجد مهرجان هام جدا، وهو مهرجان دندرة للدندرة الفني الأول برعاية رئيس الوزراء، وفي حضور أكثر من 8000 مشاهد. وزير الثقافة والسياحة والأثار في محافظة الإنا أطلقوا فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء. عبد الدايم: الإبداع هو مفتاح الحياة وسر التطور، والمهرجان يعتبر شعلة جديدة للتنوير في جنوب مصر. عناني: نواة هذا المهرجان يعتبر نواة لسلسلة من الأنشطة تقام بالتعاون مع الثقافة بمختلف الأماكن الأثرية، ومهرجان دندرة يعزز عشق الوطن وينشر عبقرية الفنية في جنوب مصر. من أمام أحد رموز أعرق الحضارات الإنسانية، ومع غروب شمس يوم الجمعة 28 فبراير، أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ميلاد أحدث التظاهرات الفنية على خريطة الثقافة المصرية، حيث انطلقت فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء بمحافظة إنا، وذلك بحضور الدكتور خالد عناني وزير السياحة والأثار، اللواء أشرف الدوادي محافظ إنا، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، وأيضا الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وما يزيد عن 8000 مشاهد من أبناء وأهالي محافظة إنا. خلال الافتتاح قالت عبد الدايم أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2020 يعد عاما للثقافة والوعي جاء تجسيدا للإيمان بدور القوى الناعمة في بناء الإنسان وإعادة تشكيل الوجدان وتطوير المجتمع. وتابعت أيضا أنه برعاية كريمة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أتى مهرجان دندرة للموسيقى والغناء كأول مهرجان في محافظة إنا، معبرا عن توجهات الدولة للاهتمام بالجنوب وتحقيق العدالة الثقافية من خلال نقل الفنون الجادة والهادفة إلى الصعيد لمواجهة كافة أشكال التعصب والتطرف. وأوضحت أيضا أنه مع ميلاد مهرجان دندرة اكتسبت الثقافة المصرية سلاحا جديدا انضم إلى قوتها الضاربة في معركتها ضد الابتزال، ليتأكد أن الثقافة والفنون أحد العناصر الهامة لاستكمال عملية التنمية. طبعا كلنا بنشتكي في الفترة الحالية من تدني الذوق العام، فلما نوصل بمهرجان زي مهرجان دندرة
محافظة قنا، ويبقى فيه كبار نجوم الفن بيقدموا عروضهم وبيقدموا مجموعة من أجمل الأغاني، بتقام في مجموعة من الفعاليات ومجموعة من الحفلات اللي بتقام يوميا على مدار 6 أيام. فطبعا دي نقلة ثقافية هامة جدا ومساهمة جادة في الارتقاء بالذوق العام لدى المواطن. نرجع كمان ونواصل لقائنا مع حضراتكم وأخبارنا. وطبعا امبارح شفنا مباراة الأهلي وسان داونز، وحقق فريق الأهلي فوز مهم على سان داونز الجنوب الأفريقي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس باستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري لأبطال أفريقيا. طبعا ده خبر مهم وخبر بيفرح كل الأهلوية. دي كانت أخبارنا النهاردة مع حضراتكم في مصر جميلة. هنطلع فاصل وهنرجع على طول نواصل لقائنا، وزي ما قلنا في بداية حلقتنا النهاردة بنتكلم أيضا على الثقافة وبنتكلم على الفن وبنتكلم على أهمية المهرجانات الفنية. والنهاردة هيكون حديثنا عن الدورة 9 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وهي دورة القدير فريد شوقي. نطلع فاصل ونرجع على طول نتابع التفاصيل. نرجع مرة تانية مع كل السادة المشاهدين ونواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميلة. يوم الجمعة القادم بإذن الله تعالى بتنطلق فعاليات افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته 9، واللي هتكون مقامة أو فعاليات الافتتاح هتكون في معبد الأقصر بمشاركة 37 دولة منهم 24 دولة أفريقية. تفاصيل أكتر عن هذا المهرجان واللي بيحمل اسم أو شعاره هذا العام هي دورة فريد شوقي، وده احتفالا بمئوية ميلاده. وطبعا الفنان القدير الأستاذ فريد شوقي قدم لنا الكثير من الأفلام الهامة للسينما المصرية. تفاصيل أكتر من خلال لقائنا مع حضراتكم والأستاذة عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. صباح الفل ومصر جميلة، وأهلا بكل المشاهدين. يا أهلا وسهلا. طبعا مصر جميلة بأهلها وناسها وفنها وعراقتها والأفكار والثقافة والقوى الناعمة اللي بتشعي بيها للعالم كله. احنا بنتكلم النهاردة على مهرجان الأقصر وهي الدورة 9 لهذا المهرجان. عايزين نعرف من حضرتك تاريخ المهرجان وأهم ما يميز الدورة هذا العام. احنا طبعا دي الدورة 9 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وهو مهرجان متخصص في الأفلام الأفريقية، ودي يعني دي 10 سنة منذ أطلقنا الدورة الأولى. وهو مهرجان نوعي إقليمي، ولكن السنة دي بإضافة مسابقة الدياسبورا أو الأفلام الشتات خد بعد شوية دولي، لأن إحنا بنستهدف الفيلم الأفريقي من أي مكان في العالم، سواء المقيمين داخل أوطانهم في القارة الأفريقية أو اللي هاجروا واستوطنوا في الخارج الجيل الثاني أو الثالث أو اللي عايشين أوريدي هناك يعني. فده وسع شوية مفهوم المهرجان، إن إحنا بقينا بنستهدف أي فيلم أفريقي خارج القارة أو في العالم كله. ومن هنا جه شعار الدورة السنة دي سينما أفريقية من كل الدنيا. أما مئوية الفنان الكبير المصري القدير الراحل فريد شوقي، فهو دي الدورة كلها مهداة إلى اسمه، لأنه الأستاذ فريد شوقي مش مجرد ممثل في حياتنا طبعا. أولا حتى على مستوى كل ممثل هو ظل نجما حتى النهاية، حافظ على نجوميته في كل مراحل عمره، ودي نادرا ما بيستطيع النجم في شبابه أنه يكمل بنفس الطريقة في الكبر. بعد كده كاتب وأنتج أفلام واشتغل مسرح وسينما وإذاعة وتلفزيون يعني، وليه أبعاد دولية لأنه عمل أفلام في دول في أوروبا وفي العالم العربي كله يعني. فإحنا بنحتفي بمرور 100 سنة على ميلاد هذا الفنان العظيم. والحقيقة أنه هو كمان كون يعني فكرة أو رأي عن الفتوة في الشارع المصري، ولكن كانت بالشكل الإيجابي، وده الحقيقة كانت عبقرية فريد شوقي. عمرنا ما شفناه في دور الشاب القوي أو الفتوة المخرب للمجتمع، بل بالعكس.
هو بصي بالنسبة للتصنيف احنا عاملين كتاب مهم جدا تأليف أمل الجمل عن الأستاذ فريد شوقي. يعني بالنسبة للأستاذ فريد شوقي هو في الأول كان عنده حتة البروتوتايب بتاعت الشرير اللي هي بس الشرير المحبوب. هو طبعا محبوب يعني، لكن لما جه عمل بقى الأدوار العميقة مع صلاح أبو سيف بالذات، وطبعا هو اشتغل مع معظم المخرجين في الفترة الذهبية وفي السبعينات وفي لحد ما توفاه الله يعني. يعني هي شخصية الفتوة هو شخصية البطل اللي بيصعد من الحضيض حتى انه يوصل لأعلى فئة في المجتمع، لكن في النهاية بيكتشف انه هو مش منتمي لهذه الفئة، وانتمائه الحقيقي الى قاع المجتمع، وزي ما حضرتك ذكرتي في فكرة انه هو جزء من هذه الفئة وما ينفعش يتنصل منها ويغير جلده. فدي الفكرة باختصار، والصراع طبعا بين القوى المختلفة في السوق. يعني هو طبعا عمل ادوار عظيمة، يعني انا عن نفسي احب اذكر له فيلمين، فيلم السقا مات وفيلم الغول مع السقا مات برضو مع صلاح ابو سيف، والغول مع الاستاذ سمير سيف. حقيقه ممثل عظيم جدا، وحتى الاستاذ محمود حميده دايما بيقول عليه انه ازاي بيبدع في الكادر القريب، في الكلوز اب شوت. يعني دايما حساسيه الكلوز اب شوت انه ما ينفعش تعبر كتير قوي حاجات، فهو كان استاذ في الحته دي. الله يرحمه ويحسن اليه، وطبعا من قامات السينما المصريه. نرجع للمهرجان ودوره التاسعه، بيشارك فيها 90 فيلم من 37 دوله. عايز اعرف من حضرتك لجان اختيار الافلام واهم المعايير اللي تم عليها اختيار الافلام المشاركه في هذه الدوره. الحمد لله احنا في الدورة التاسعة بيتقدم لنا افلام كتير. يعني طبعا لما بدأنا كنا لسه مش معروفين قوي، النهاردة المهرجان بقى معروف وبقى ليه ترتيب على المستوى الافريقي وحتى على مستوى مصر، فبتجيلنا كمية افلام كتيرة جدا، ولكن احنا الهدف بتاعنا هو الجودة، جودة الافلام، جودة وجدة الافلام، انه الفيلم يكون جيد الصنع، انه فيه قضية معالجة بشكل فني راقي، انه يكون جديد. دول العناصر جديد الاساسية. جديد يعني لم يشترك في مهرجانات اخرى. يعني جديد بقدر الامكان. احنا كمهرجان وحتى في مصر كلها لسه ما وصلناش لحتة ان انا ايه اقول انا باخد يعني عرض اول بس. وبعدين بيني وبينك احنا هدفنا تنمية الجمهور والباحثين والمهتمين بصناعة السينما الافريقية، ففكرة البريمير مهمة وكله إن وجدت، لكن مش هدف بالنسبة لنا، لأن احنا في النهاية مهرجان غير ربحي، يعني خدمي، بيخدم أهداف ثقافية وفنية معينة، وأساسها التواصل مع الأشقاء في أفريقيا ونشر السينما الأفريقية في مصر، وكذلك المساعدة في الترويج للسينما المصرية في دول أفريقيا، لأنه طبعا انت عارفة أنه كان في فترة كده فيها قطيعة شوية. فالمهرجان بيحاول يلعب الدور ده، غير أنه المهرجان كمان بيحاول يلعب دور تاني في مسألة تطوير قدرات الشباب، يعني الورش اللي بنعملها، الفعاليات المختلفة الموجهة للشباب، وكمان من أهم أهدافنا هو الترويج لمدينة الأقصر السياحي. يعني احنا ما بنتعمدش الترويج، احنا مهرجان ثقافي فني، ولكن البعد السياحي موجود لوحده طبعا، لان انا في مدينه الاقصر الجميله، فاول ما اقول الاقصر بتيجي في دماغي الاثار والمتحف، اكبر متحف مفتوح في العالم، والنيل وكل التاريخ اللي موجود على ارض المدينه. وهي اصلا بتعتبر من المحافظات الثقافيه، يعني الهدف الاساسي لزياره الاقصر هي السياحه الثقافيه. بالظبط كده، هي طبعا معتمده قوي على تكوين ثقافي معين خاص بالتراث الحضاري بتاعنا، باضافه بقى السينما ليها، اضافت يعني كفن سابح حديث، اضافت للمدينه طعم مختلف،
وطبعا ما انساش اقول انه طبعا هيئه تنشيط السياحه ووزاره السياحه ووزاره الثقافه الشركاء الرسميين لمهرجان الاقصر للسينما الافريقيه. هل نقدر نعرف من حضرتك تفاصيل حفل الافتتاح ولا هنعتبرها مفاجاه؟ لا نقدر، لان احنا حددنا كل حاجه واعلنا كل حاجه في المؤتمر الصحفي اللي كان من كام يوم. فحفله افتتاح مهرجان الاقصر هتكون في معبد الاقصر الجميل. احنا دايما بنختار نعمل ده في حد ذاته ابهار. يعني احنا من غير اي ما شاء الله بادين الموضوع بنجاح كبير، من غير اي ديكور، من غير اي حاجه، احنا في معبد الاقصر. وهنا من قدامنا معبد الاقصر، ومن خلفنا طريق الكباش طبعا اللي هو بقى عظيم دلوقتي. هي الفكره ليه انا بعمل او ليه احنا اخترنا نعمل دايما الافتتاح في احد المعابد الاقصريه سواء في الشرق او الغرب؟ لان مش ممكن تكوني في مدينه الاقصر وعامله حدث زي ده وتعملي الافتتاح في قاعة مغلقة. مش ممكن طبعا، يعني القاعات موجودة طبعا والمدينة غنية بكل الإمكانيات طبعا، لكن إنه الضيف اللي جاي والمشارك وإحنا حتى كمصريين نبقى موجودين في قلب المعبد، ده شيء عظيم وبيدي طاقة عظيمة لإن إحنا هنبدأ المهرجان. الافتتاح في فقرة فنية واحدة وهي فرقة رضا للفنون الشعبية. وطبعا احنا بنحتفل مع وزارة الثقافة وقطاع الانتاج الثقافي بمرور 60 سنة على انشاء فرقة رضا، وبنكرمهم في اليوم ده لان مسيرة كبيرة، مسيرة عظيمة، وبنفخر بيهم يعني. طبعا، والحقيقة كمان الفكرة ومكان إقامة الافتتاح ده بيدي يعني ثقل كبير جدا للمهرجان، وفي نفس الوقت انه يعني في فكر ورا اللي احنا بنعمله، مش بس بنعمل مهرجان وخلاص. بالظبط، هو اهداف المهرجان اولا يعني فكرة التواصل الانساني، فكرة التبادل الثقافي، فكرة دعم الشباب، فكرة ان انا يعني احاول ابقى اعضد دور مصر في صناعة السينما. مصر دولة قديمة في صناعة السينما، من أقدم الدول اللي بدأت في الإنتاج وعروض الأفلام. فإحنا بنمر كده في المراحل الأخيرة بهبوط وانخفاض وارتفاع، فإحنا بنحاول ندعم فكرة إنه لا، مصر ما زالت قادرة على صنع أحداث مؤثرة وبتحتوي وبتحتضن الشباب من أفريقيا. أعتقد أن دي رسالة مهمة جدا جدا جدا. والحقيقة يعني أنا بضم طبعا صوتي لصوت حضرتك، لأنه مصر دايما كانت صاحبة فكر، ودايما كانت منتجينها يعني بيقدموا قيمة للمجتمع المصري أو المجتمعات الأخرى أو يعني الدول العربية من خلال الأفلام. حتى لما كان بيكون في أفلام مقتبسة فكانت روايات حتى بتتماشى مع فكرنا وعاداتنا وتقاليدنا حتى ولو كان بيتم تمصيرها. والحقيقة خلينا نقول بقى يعني ده دور أساسي للقائمين على صناعة السينما، إن هم يتحملوا مسؤوليتهم تجاه هذا المجتمع، الارتقاء بالذوق العام مرة أخرى. ودي رسالة، ما ينفعش أبدا إن احنا كل حاجة تحت مسمى ده بيجيب إعلانات أو ده بيجيب ترويج أو ده بيبيع أكتر، لأن احنا بنخرب قدامه أجيال كتيرة قوي. أنا طبعا بشكرك يعني على الكلام ده، يعني لكن خلينا نقول برضو كلمة حق، إن مصر طول عمرها على مستوى الثقافي والتكوين الاجتماعي في تنوع كبير. أكيد، وده انعكس على صناعة السينما من اللحظة الأولى لحد النهاردة. كان دايما الفيلم الكوميدي موجود، وكان دايما الفيلم الجاد موجود، وكان دايما الفيلم حتى التجريبي موجود عندنا، وكنا بننهل من تراثنا وتاريخنا وكتابنا، وكمان كنا زي ما حضرتك ذكرتي بنستقي بعض سواء الروايات العالمية أو المسرحيات أو غيره من التراث العالمي، يعني اللي هو تراث إنساني يخص البشرية كلها. كان دايما في ده. المشكلة انه لما الامور بتوصل لمرحلة انك ما بتلاقيش غير نوع واحد من الافلام، هي دي المشكلة. انه خلينا نقول انه الدولة ليها دور مهم في الحتة دي. القائمين على الاشياء بشكل رسمي عليهم دور، والفاعلين في الحقل ده او في المجال ده كصناعة وكإنتاج وكفن
برضو مسؤولين. لكن خلينا نقول كمان ان الدولة النهاردة عليها ان تدعم صناعة السينما. احنا برضو بقالنا مدة شوية الامور دي فيها خلخلة شوية. لو الدولة ساعدت هتساعد شباب كتير نفسهم يعملوا افلام. صدقيني انا قريبة من الوسط ده وشايفة وعارفة وحاسة بالالم انه شاب بيقعد 7 سنين عشان يعمل فيلم، يقعد يحضر فيه لحد ما يلاقي انتاج، ولحد ما يلاقي ممولين، ولحد ما يلاقي موزعين، ولحد ما يلاقي دور سينما. يعني بياخد على الاقل 7 سنين من عمره. ده في مخرجين كبار يعني شبه متوقفين، وده شيء محزن. فاللي انا بقوله انه التنوع طول عمره كان موجود في الانتاجات السينمائيه في صناعه السينما في مصر. احنا مع التنوع، احنا مع كل الانواع او في كل توجهات الافلام، سواء الفيلم التجاري او الفيلم الكوميدي او الفيلم الجاد او الفيلم الفني او الفيلم التجريبي. ولكن هي الفكرة ان احنا ندي دفعة للصناعة. انا رأيي ان الدولة لازم تلعب دور في الحتة دي حاليا. يعني اتفق مع حضرتك طبعا. هنطلع فاصل اعلاني ونرجع نواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميعا. نرجع مرة تانية مع حضراتكم ونواصل اللقاء، ومازال حديثنا عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ومعانا الأستاذة عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية. أستاذة عزة، عايزة أتكلم مع حضرتك على فعاليات المهرجان هذا العام. إحنا عندنا فعاليات رئيسية، عندنا 4 مسابقات رئيسية للتسابق. عندنا مسابقة الفيلم الروائي الطويل، مسابقة الفيلم التسجيلي الطويل، ومسابقة القصير، والمسابقة اللي أضفناها السنة دي اللي هي الدياسبورا أو أفلام الشتات. عندنا فعاليات أخرى، عندنا ندوات، 3 ندوات كبرى. أول ندوة عن حول الفنان فريد شوقي، وهنناقش الكتاب ودوره في الحياة وفي السينما. تاني ندوة حوالين لأن يوم 8 مارس اليوم العالمي للمرأة بيتوسط أيام المهرجان، فعاملين برنامج خاص للاحتفاء بالأفلام اللي تناولت قضايا المرأة، وده هيكون في ندوة رئيسية حول الأفلام دي وحول دور المرأة في صنع أفلام. والندوة الثالثة حوالين أفلام الشتات أو الدياسبورا، دي ندوة كبيرة مترجم لها كتاب مهم جدا جدا حوالين نفس الموضوع. هيتم مناقشة الكتاب ومناقشة فكرة المبدع لما بيخرج خارج حدود وطنه وبيعيش جيل أو 2 أو 3، تقييم التجارب دي. يعني عندنا كمان تكريمات مهمة قوي السنة دي. بنكرم نجم من أصول أفريقية هوليودي اسمه جيمي جون لوي، وبنكرم فنانة سنغالية مهمة جدا اسمها ميمونة ندايا، هي مخرجة وممثلة. وكمان من مصر بنكرم الفنان عمرو عبد الجليل والفنان مصطفى شعبان والفنانة زينة. فاحنا عاملين تكوين كده في ان احنا بنجيب اولا تكريماتنا مش كتيرة. يعني هم 5 مكرمين بس، 2 من افريقيا و3 من مصر. وفي بنعمل برضو حاجة تانية اسمها اهداءات، ان احنا بنهدي الدورة الى ارواح سينمائيين فراقونا. يعني من افريقيا برضو بنهدي الدورة لاسم كبير قوي، ممثل عظيم من مالي اسمه سواتي كوياتي، ومن تونس الى منتج كبير قوي احمد بهاء الدين، ومن مصر الى الاستاذ سمير سيف والاستاذ اسامه فوزي الله يرحمهم. الله يرحمهم جميعا. تفاعل الحضور مع فعاليات المهرجان، يعني احنا دي الدوره التاسعه، فالمهرجان اكتسب مصداقيه واكتسب ارضيه عن النقاد او الحاضرين المهتمين بفن السينما وخاصه في افريقيا. طبعا ده سؤال مهم جدا، لانه في النهايه انت لا يمكن تعملي حدث بالحجم ده وبالابعاد دي والاهداف دي وتكوني بعيده عن الجمهور. طبعا ده هيبقى فيه قدر من الفشل. الحمد لله يمكن الدوره الاولى كانت محك، ان لقينا ان الجمهور مش مقبل. بس طبعا ده لما درسناه عملنا بحث كده استقصائي، لقينا انه ليه اسباب. اولا ما كانش فيه دار عرض سينمائي في الاقصر لما بدانا هذا المهرجان، فما كانش فيه بناء لعاده الذهاب الى السينما.
غير كده لما بدأنا كنا في قاعة المؤتمرات بشكل رئيسي، وكانت قاعة المؤتمرات شوية مخصصة لفئات معينة، فكان في توجس. ثالث توجس هو المهرجان ده بفلوس ولا المهرجان خدمي والتذاكر كلها مجانية لحضور الأفلام والندوات. بعد كده من الدورة الثانية بدأنا نطلق برنامج لتنمية الجمهور في المجتمع المحلي، وده مش بنعمله لوحدنا، ده بنعمله مع قيادات شعبية موجودة في المحافظة في كل الأقسام، سواء في الشباب أو التعليم أو الصحة أو في المكتبة أو في المحافظة طبعا، يعني كل الناس بتتعاون معنا في البرنامج ده. عبر البرنامج ده لسنوات تم جذب شباب، طلبة، أطفال. خلي بالك الأطفال في 2012 لما بدأت النهاردة كانوا أطفال، دلوقتي بقوا شباب. دلوقتي بقوا شباب طبعا. فأنا من أول دورة كنت بعمل أو من تاني دورة أكتر بعمل ورش للأطفال الصغيرين، بعمل لهم سينما الأطفال أستاذة شويكار خليفة، بعمل لهم مسرح عرايس، بعمل للشباب الموهوبين ورش لتقوية قدراتهم. مثلا اللي عايز بيفكر يبقى مخرج سينمائي او كاتب سيناريو او مصور او في المجالات السينمائيه المختلفه. فبقول لك كوننا جمهور، بقى فيه النهارده جمهور منتظر المهرجان. صح بالظبط. فالحمد لله، ولكن احنا بنطمح في الكثير في الحته دي، لان احنا نفسنا نخدم مجتمعنا وده جزء من رسالتنا. يعني السنة دي برضو من السنة اللي فاتت بدأنا نتوسع في البرنامج، كنا عاملين برنامج موازي في جامعة قنا وهي على بعد ساعة لربع من الأقصر، فعملنا 5 أيام للطلبة، لا تتخيلي الإقبال، يعني آلاف مؤلفة، وكان في نجم سينمائي سواء مصري أو من أي الدول الأفريقية كل يوم بيروح وبيلتقي بيقول كلام وبعدين الفيلم بيتعرض، فبيبقى فيه تأثير حقيقي، يعني بيبقى فيه تأثير حقيقي. طبعا ممكن كل سنتين نروح مزودين مكان تاني نوصل فيه الجمهور أبعد، يعني ممكن السنة الجاية نوصل لأرمانت، نعمل برنامج خاص لأرمانت أو لإسنا وهي مدن قريبة من الأقصر وبتنتمي إلى المحافظة يعني. وده طبعا خلي بالك مرتبط برضو شوية بقدراتنا المالية، يعني إحنا بنشتغل ميزانية قليلة، نحاول نعمل مهرجان سينمائي متكامل بميزانية قليلة ودي معادلة مش سهلة أبدا جداً طبعا، لأنه أعتقد من أهم العناصر الإبهار يعني لازم والصرف والجذب، إنك تلاقي وسائل تجذبي الناس. إحنا بنحاول نعتمد على الجذب بالكلام، إن إحنا نتكلم، إن إحنا ندي مميزات معينة في حضور الورش أو في حضور الفعاليات هي مفتوحة، لكن طبعا في وسائل جذب كتير، بس طبعا بنحاول نشوف حاجات موضوعية ومنطقية في إطار الميزانية القليلة. لا بس عظيم، يعني معلش هي خطة يعني ممكن تبقى بطيئة شوية ولكنها فاعلة، يعني إنه حضرتك توصلي بهذا المهرجان لأقصى الصعيد وتوصلي لأهل الأقصر ونتوسع بعدد من الفعاليات يعني الأماكن المحيطة بمحافظة الأقصر، ده شيء مهم جدا، وخاصة إن هي بعيدة تماما، يعني يمكن ما سمعناش انه في حد بيهتم ان هو يعرض سينما او فيلم في الاقصر. بالظبط، هو كان مهرجان الاقصر اول جهه واول كيان. انا هقول لك حاجه كمان نسيت اقولها لحضرتك، انه ليه احنا اخترنا الاقصر؟ ليه بقى؟ كان ممكن نعمله في القاهره او اسوان او اسكندريه. لا، القاهره والاسكندريه يعني مكدسين ويعني مشبعين من الاحداث الثقافيه والفنيه. صحيح. ولكن في حرمان في الصعيد، عشان كده احنا قلنا نكسر مركزية القاهرة ونساعد الدولة في ده، لان الدولة المصرية بتحاول توصل بعدالة الى كل الاقاليم. فاحنا اخترنا الاقصر بشكل اساسي عشان نستهدف فئات نحاول نشتغل على فكرة ان احنا نملي وجدانها وشعورها من فكرة الثقافة والسينما والفنون.
لانه في قدر من الحرمان لا ننكر بقى، مش هنحط لا دي يعني حقيقه. والحقيقه انه السيده وزيره الثقافه والسيد الرئيس الجمهوريه اعلن انه مهم جدا انه الثقافه توصل لكل محافظات مصر. بالزبط. يعني على ذكر احنا بنتكلم الجمعه الجايه ان شاء الله افتتاح المهرجان. الجمعه اللي فاتت كان في مهرجان دندره طبعا، وهو مهرجان فني اول، ومن خلال هذا المهرجان عدد كبير من نجوم مصر في الغناء موجودين وبيغنوا في مهرجان دندرة وبيقدموا فن راقي للسادة المواطنين. طبعا. وطبعا أنا أذكر قول للأستاذة الدكتورة إناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، العدالة الثقافية، إن إحنا محتاجين في مجتمعنا عدالة ثقافية، ومحدش يقول لي النهاردة ده ترفيه، لا ده مش ترفيه، ده أساسي، وأمن ده قومي أساسي الحقيقة. زي الأكل والشرب بالضبط، والصحة والتعليم، كل دي عناصر أساسية. وهضيف على كلام حضرتك، هو والله أمن قومي، الفن والإعلام أمن قومي طبعًا في المجتمعات، لأنه طبعًا من خلاله بتغذي فكر، بتغيري طبائع، وبتغيري أنماط لأسلوب حياة، وبالتالي بتأثري بعد كده على الأسرة وعلى المجتمع. فلو احنا حافظنا على المكون الأساسي للهوية المصرية ووصلنا بالثقافة لأقصى الصعيد، بنحمي شباب كتير من التطرف، من الإرهاب، من الأفكار المغلوطة، من الأفكار المتطرفة اللي هي ممكن تبث إليهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اللي بقت فعالة جدا في المجتمعات. أنا طبعا بشكرك جدا، لأنه الكلام ده حقيقي جدا، وإحنا كمننا في أرض الواقع لمسينه جدا. وبعدين ما ننساش برضو ان احنا رحنا الاقصر. الاقصر يعني مدينه في منتهى الجمال، الناس بتنبهر طبعا. الضيوف لما بيجوا بيشوفوا الاقصر وبيشوفوا الافتتاح والفعاليات في المواقع الاثريه او غيرها، بينبهروا طبعا بقدرات مصر. يعني الاقصر مدينه عظيمه احنا فخورين بيها، لكن كمان في مدن تانية كتير طبعا محتاجه اضافه فكرة السينما إلى عناصرها الثقافية أو التاريخية. إحنا محتاجين في كل مدينة مهرجان لكل الأبعاد، للتاريخ وللثقافة وللسياحة وللتبادل، يعني لكل شيء. فهي الثقافة مش ترفيه، ولا الفن ولا السينما ترفيه، ده احتياج طبيعي للإنسان وجزء من مكونات الإنسان. صح. فطبعا ده شيء مهم جدا جدا، واحنا بنحاول نعمل اللي نقدر عليه في الحته دي يعني. ان شاء الله خير، وبنتمنى لكم كل التوفيق. مبروك مقدما على الافتتاح، وان شاء الله نتابع مع حضرتك ومع يعني الاداره المسؤوله عن مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه خلال الفعاليات، ويبقى عندنا كمان ضيوف يتكلموا على اهم الفعاليات اللي اقيمت. شكرا لحضرتك. ان شاء الله. انا بشكرك جدا جدا، وبشكر كل المشاهدين. شكرا. شكرا. نشكر كل مشاهدينا اللي تابعونا النهارده، وان شاء الله بكره اللقاء يتجدد مع حضراتكم ومصر جديد.